سيادة الرئيس يلي ماله حدا واصل بهي البلد بيندعس، يلي ماله حدا واصل بيندعس. يعني إذا علقنا معه بيروحنا، بقى كيف بيروحنا ما بعرف. قال ما متنا كل هالحرب نموت هلا آخر شيء على واحد واصل، من واحد واصل مثلا. يعني أول مرة رح أقولها يمكن إنه أنا عن جد رح أطلع من هالبلد، بس يعني مقهورة، عن جد مقهورة كتير مو شوي. رح روح على بلد بيحترم البواطن أكتر وبيحترم الفن والفنانين وبيحترم البني آدم أكتر.